عجلة بطولة كأس الجمهورية لموسم 2016-2017 تنطلق من جديد مع وصولها لمحطة هامة هي دور الـ16. فرق تحارب على أكثر من جبهة بعد تصدرها أو اقترابها من صدارة الدوري، وفرق أخرى رفعت شعارها التعويض من بوابة مسابقة الكأس، فيما يبقى حلم المشاركة الأسيوية مشروعا لكل الفرق. الوحدة حامل اللقب أثبت تخصصه في بطولة الكأس في السنوات الأخيرة، فهو يأمل بتعويض إخفاقه في بطولة الدوري وتضاؤل حظوظه في الجولات الماضية حين يلتقي فريق الوثبة الساعي بدوره لتعويض خيبات الدوري. قمة المرحلة ستجمع بين حطين والاتحاد على ملعب حمال بلدي. حطين يسعى كغيره من فرق الوسط في الدوري للذهاب بعيدا عبر كأس الجمهورية، فيما وعلى الطرف الآخر لن يتخلى أصدقاء المدرب محمد عقيل بسهولة عن حلم الكأس هذا الموسم. فريق المجد الدمشقي يطمح بمواصلة عروضه الجيدة في الأسابيع الأخيرة ليستكمل رحلة الانتصارات التي بدأها بإياب الدوري من بوابة خصمه العنيد الفتوة، والذي يطمح لتعويض تعثره في الدوري. سيلتقي تشرين وصيف الدوري مع النواعير، وتسعى كتيبة البحارة لاستثمار معادلة الأداء والنتيجة التي تعيشها من بوابة فريق النواعير، والذي يعتبر من الفرق الصعبة. كما يلتقي الجيش متصدر الدوري ووصيف بطل النسخة السابقة مع فريق الحرية على الملعب البلدي بحماة، في وقت يواجه الشرطة فريق الكرامة على ملعب الباسل باللاذقية. ختام الجولة سيكون الأربعاء بلقاء سيجمع جبلة مع الطليعة، ولقاء يجمع الجزيرة مع المحافظة على ملعب الفيحاء بدمشق.